وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد محارم المتخصص في الشأن الأمريكي. أستاذ أحمد، في رأيك كيف يمكن التعامل اقتصاديا مع هذه الزيادة السنوية في نسبة التضخم وهي الأعلى منذ 40 عاما في الولايات المتحدة؟ مساء الخير، التحية والتقدير. طبعا المجتمع الأمريكي من 40 سنة لم تمر عليه ظروف أصعب من هذه الظروف اللي شعر فيها المواطن بأنه فعلا الطاقة عنصر هام جدا من حياة المواطن الأمريكي. من 5 شهور لما بدأت حرب أوكرانيا، الرئيس الأمريكي محاولات من الإدارة الأمريكية للسيطرة على الموقف، ضخوا كل يوم 1,000,000 برميل من الاحتياطي النفطي في السوق المحلي الأمريكي، وده موضوع مش سهل. حرب أوكرانيا منذ أن بدأت أعتقد كلا الأطراف ما كانش عندها رؤية محددة متى سوف تنتهي وأبعادها الاقتصادية إيه. النهاردة أوروبا بتعاني، الداخل الأمريكي بيعاني، العالم كله بيعاني. الطاقة عنصر هام جدا من عناصر دعم الاقتصاد، ومن ثم فأعتقد ما يدور في عقل الإدارة الأمريكية أنها كيف تتعامل مع هذا الواقع الصعب. ما كانش في رؤيه واضحه لكلا الاطراف، لا امريكا ولا روسيا ولا حتى في الداخل الاوكراني، كانوا متصورين الى اي مدى هتصل هذه الصعوبه. روسيا يمكن على الميدان المعارك وفي الارض قد تكون عندها انتصارات، لكن هل كان حد متوقع ان اوروبا هيوصل فيها هذا النوع من التدني في التعامل؟ موقف بريطانيا، احنا شايفين النهارده اليورو يصل الى الدولار، هذا كان شيء غير متوقع. الرئيس الروسي بيحاول بقدر الامكان انه يغازل اوروبا ويغازل العالم بان الدفع للمحروقات وللطاقه تكون في الروبل، فاحنا امام تحديات يمكن ما طلعنا من ازمه كورونا لم تلقي ازمه كورونا بظلال اقتصاديه على العالم قد ما ازمه، يعني كورونا استمرت سنتين ولا زال عندها تداعيات، انما ال5 شهور اللي فاتوا حرب اوكرانيا مش بس مساله الطاقه، سلاسل الامداد، الغذاء، في جزء كبير جدا من العالم بدا يعاني من ان الحبوب والمواد الغذائيه مش واصله بسهوله. هتستمر لغايه امتى؟ اعتقد نتمنى من حكماء العالم ومن الامم المتحده ومن القوى المؤثره ان يكون في موقف يضع حد لهذه الحرب الحقيقه اللي كانت بدات بشكل ما حدش كان متوقع الى اي حد ممكن ان تستمر. نعم، طيب، توقعات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالحاله الاقتصاديه الامريكيه، يعني هو يتوقع ايضا زياده في معدلات البطاله، زياده ايضا او ابطاء في نمو الانفاق الاستهلاكي الامريكي، الى اي مدى ترى ان هذا سيؤثر بشكل كبير على الداخل الامريكي نفسه، بما انه امر جديد على المواطن الامريكي هذا المعدل العالي من الانفاق الاستهلاكي، وفي نفس التوقيت هذه الحالة من يعني التضخم بهذا الشكل الكبير؟ نعم، الاقتصاد الأمريكي فأثناء كورونا كان زيه زي كل الاقتصاديات العالمية، ولكن الإدارة استطاعت في السنتين دول أنها تتعامل بشكل إيجابي، المواطن ما حسش، يعني عملوا حاجة اسمها unemployment، كانت الناس ما بتشتغلش بس الحكومة بتستلم مرتبات. النهاردة المواطن حاجتين يقوم من النوم، المواطن الامريكي يشوف الجو اخباره ايه وسعر البنزول البنزين كام. لما كان الجالون اللي هو تقريبا 4 لتر يعادل في حدود 3 دولار بتختلف من ولايه لولايه حسب ضريبها، النهارده في نيويورك 5 دولار يوصل 7 دولار في كاليفورنيا. لا، حصل مش بس عشان المواطن بيركب عربيته يروح شغله، لا، النقل المواد ونقل السلع واستخدام الطاقه في الصناعه كل ده بيلقي باعباء في الاخر، الفاتوره هيصحى المواطن. لما تكون تكلفته في الحياه جزء منها من نقل والطاقه، لما الجزء ده يزيد بمعدلات غير مسبوقه، اعتقد التضخم، عمرنا ما سمعنا ان في سنه واحده البنك المركزي الامريكي او الفيدرالي يرفع نسبه الفايده 4%. وده اثر على اقتصاديات عالميه جدا بما حصل عندنا احنا في مصر كمان مساله الاموال الساخنه. فالحقيقه القلق اللي حصل في ال5 شهور اللي فاتوا في حرب اوكرانيا تحتم يكون في اجراءات حاده وتريح العالم. اشكرك جزيلا من نيويورك الكاتب الصحفي الاستاذ احمد محارم المتخصص في الشان الامريكي.